سنتناول خصائص فرق مجتمع التعلم المهنية الفعالة، وهناك مجموعة من الخصائص تتركز في 9 خصائص مهمة وبشكل أساسي لبناء فريق مجتمع تعلم مهني ناجح. أول هذه الخصائص هي النقاش، أو هو النقاش. طبعا الفرق الفعالة تمتلك ثقافة نقاش للقضايا المهمة المتعلقة بعملية التعليم والتعلم، وأيضا عملية التقييم داخل منظومة التعليم أو داخل المدرسة. ويظهر أعضاء الفريق احتراما لبعضهم البعض، ويتقبلوا آراء بعضهم البعض داخل نقاشات مجتمع التعلم المهني. أيضا من خصائص الفرق الفعالة أن لديها غرضا ومسؤولية، أي أن لديها غرض محدد بشكل واضح يوجه عملهم وأهداف، أو ولديهم أهداف طبعا محددة قابلة للقياس يسعون لتحقيقها. من الخصائص مجتمع التعلم المهني أو فرق مجتمع التعلم المهني الناجحة أنهم يمتلكون مجموعة من القواعد والأعراف التي تضبط أو تساعد المجموعات على أن تكون أكثر عمقا وإنتاجية، وتضبط أداء ورتم هذه المجتمعات. أيضا من الخصائص الفرق الفعالة أنها لديها تركيز. التركيز هو انضباط الفرق الفعالة في الحفاظ على السير نحو تحقيق الهدف. وللحفاظ على عملية التركيز أو عملية التركيز، يجب على أعضاء الفريق أن يقيموا بشكل مستمر عمل فريقهم. كيف يقيموا عمل فريقهم؟ من خلال حفظ سجلات الدروس أو الأشياء المستفادة من النقاشات أو ما يحدث داخل مجتمع التعلم المهني. الأفكار التي تم مناقشتها يتم تسجيلها، القرارات المتخذة هذا يدخل في تقييم التركيز، الإجراءات التي اتخذت، التواصل مع الأشخاص خارج الفريق، كل هذا يمكن أن يقيم عملية التركيز ويساعد في تقييم تركيز الفريق. الخاصية الخامسة من خصائص الفرق أو فرق مجتمع التعلم المهني الناجحة هي الاتصال والتواصل. طبعا الفرق الفعالة تتواصل بشكل فعال داخل الفريق ومع من هم أيضا خارج الفريق. الخاصية السادسة التقدم والتطور داخل الفريق وداخل مجتمع التعلم المهني. من أهم الخصائص مجتمع التعلم أو فريق مجتمع التعلم المهني، بحيث تعمل الفرق الفعالة على تحسين قدرة أعضائها على أن يكونوا فرقا في المستقبل. التشارك، وهو شيء مهم في مجتمعات التعلم المهني وفي فرق مجتمعات التعلم المهني الناجحة والفعالة. طبعا تستخدم الفرق الفعالة نظم توافق للآراء، كيف يتفقوا في الآراء حتى يتوصلوا إلى قرارات جماعية وبشكل تشاركي مع بعضهم البعض، ويتشاركوا طرح الأسئلة المهمة التي أو القضايا المهمة داخل المجتمع المدرسي أو داخل المنظومة التعليمية حول قضايا التعليم والتعلم في كثير من الأحيان، وتتجاوز الوضع السلبي حتى تصل إلى الأشياء الإيجابية داخل المنظومة التعليمية. من الخصائص المهمة لفرق مجتمع التعلم المهنية الفاعلة والجيدة هي الثقة. طبعا تطور الفرق الفعالة أو تطور هذه الفرق ونجاحها يعتمد على وجود ثقة بين أعضاء الفريق مع بعضهم البعض. يعني تكون هناك ثقة مع بعضهم البعض، حيث مثلا يعرض بعض المعلمين أفكارهم وآرائهم وممارساتهم بشكل علني ويناقشوها مع بعضهم البعض، فتكون تتولد لديهم ثقة
في بعضهم البعض، بحيث حتى ممكن يعرض بعض عيوب زميله ومثالبه بدون أي حساسيات أو صراع مع بعضهم البعض. الخاصية الأخيرة من خواص المجتمع التعلم أو فرق مجتمع التعلم المهني الفعالة أو الجيدة هي وجود أجندات وجداول أعمال واضحة ومحددة، توجد فيها تسجيلات دقيقة تقود لعمل أو يعني تقود عمل هذه المجموعات اليومي والأسبوعي مثلا بشكل مستمر، وتنظم عملهم بشكل دقيق، وتتيح لديه لهم الوقت، وإتاحة هذا الوقت يكون بشكل مرتب ومنظم داخل اجتماعاتهم الأسبوعية أو اليومية.